معنا عبر الصوت والصورة محمد السيد. محمد أهلا بك يا محمد. أهلا بحضرتك محمد. طبعا عايز اقول لك في البدايه الف مبروك. الحقيقه زي ما الكل تحدث عنك وقال ان انت كنت معجزه اولمبياد طوكيو 2020، الحقيقه ان انت عندك 19 سنه. عايزه اعرف امتى بدا شغفك في رياضه المبارزه او سلاح الشيش؟ الحقيقه انا بدات العب سلاح من عمر صغير جدا، ده علشان والدي ووالدتي مدربين سلاح، فانا كنت دايما بروح معهم صالة التمرين من وانا صغير، فمع الوقت دايما شايف اللعيبه بتتمرن قدامي اتعلقت من اللعبه. حبيت اني اكون بطل واكسب زي اللعيبه اللي دايما بشوفها بتروح البطولات وتجيب ميداليات. واحده واحده بدات ابدا اللعبه، ومع الوقت بدات احقق انجازات واحس ان انا متفوق عن زمايلي اللي في سني. ده طبعا اداني دفع ان انا اكمل في اللعبه، والحمد لله مع الوقت بقيت يعني من بقيت المصنف الاول في اللعبه اللي انا كنت دايما بطمح اني اكسب فيها. محمد احكي لي، اولمبياد طوكيو انت كسبت يعني ايضا الرياضي العالمي الفرنسي صاحب 32 عام، وبعد كده ايضا كسبت الرياضي العالمي الصيني في نفس اللعبه. احساسك ايه لما عندك 19 سنة وقدرت ان انت تتخطى يعني هؤلاء سواء كان الرياضي الفرنسي او الصيني؟ هو طبعا احساس ما يتوصفش، احساس اصلا اني اشارك في اولمبياد طوكيو وسط يعني ده اهم حدث رياضي طبعا بيحصل، ما بيحصلش كتير يعني الواحد طول حياته بيشارك في عدد اولمبياد تتعدى على ايد واحدة، طبعا ده بيكون شرف لكل لعيب. لكن خلاص لما عرفت خلاص وضمنت تأهيلي بدأت طبعا أبدأ في تجهيزات وترتيبات البطولة، وبدأت أعرف أنا في مين في طريقي هلعبه في البطولة، وعرفت إن أنا هلعب المصنف الفرنسي ده، وبدأت أتمرن عليه وأشوف أنا والمدير الفني اللي هو والدي إزاي هنبدأ نتعامل مع اللعيب ده وإزاي هنقدر ندير الماتش. طبعا كنا بنحضر كتير للمباراة دي، وساعة يوم البطولة يعني كنت مركز قوي وعارف ان دي حاجه ما بتتكررش كتير فلازم اديها كل حاجه عندي، والحمد لله كما كان ربنا كرمني وقدرت اتغلب على الماتش. طبعا بعد الماتش وانا بلعب جوه الماتش كان احساس ما حسيتش بيه طول حياتي، احساس فريد من نوعه، كنت حاسس باحساس حلو قوي يعني، والحمد لله كسبت الماتش وعرفت اني هلاعب المصنف الصيني. طبعا بدأنا برضو نرتب للماتش وازاي هنبدأ ندير الماتش وهنلعب على ايه، والحمد لله برضو قدرت اتفوق على اللعيب الصيني وعدي الماتش، وطبعا كنت مبسوط جدا من الانجاز ومن النتيجة وراضي عن ادائي. الحقيقة كلنا كنا سعداء يا محمد. اكمل في المستوى ده. طيب شكراً لحضرتك. انت من ابناء محافظه الغربيه، كنت بتتدرب فين؟ هل في مركز لتدريب سلاح الشيش في محافظه الغربيه ولا كنت بتنتقل الى القاهره للتدريب؟ لا انا بلعب باسم نادي المؤسسه العسكريه، والنادي موفر لنا صاله تدريب في طنطا، هي دي اللي انا بتمرن فيها انا وبقيت زمايلي في النادي، هي دي المركز الأساسي بتاعنا. لكن يعني هي دي أكتر الوقت اللي بقضيه في التمرين بقضيه في طنطا، لكن أيام معسكرات المنتخب والتدريب قبل البطولات بأيام قليلة يعني بننتقل لمعسكرات المنتخب في المركز الأولمبي ساعتها، أو أوقات بتكون معسكرات خارجية قبل البطولة. أنت عندك 19 سنة يا محمد، كلمني عن دراستك وحلمك، عايز تبقى فين بعد كده؟ أنا بدرس حسابات ومعلومات في الأكاديمية العربية، طبعا كانت ثانوية عامة دي سنة التأهيل للأولمبياد، مريت يعني من أصعب السنين في حياتي طبعا. بصراحة، ضغطة ثانوية عامة وضغطة التأهيل للأولمبياد كانت يعني الاثنين مع بعض مع حاجة ما تتوصفش. أنا بدرس حاليا كمبيوتر ساينس، نفسي طبعا زي ما أنا متفوق في الرياضة أكون برضو متفوق في الدراسة، و يعني نفسي برضو لما اكبر اكون
سواء كملت بقى في الرياضة أو في الدراسة، يعني سواء في أي حاجة أكون ناجح زي ما أنا يعني إن شاء أكيد الله. طبعا كلنا فخورين بيك، والحقيقة أنه أنا متأكدة أن الدولة المصرية بأجمعها وعيلتك وكل المصريين فخورين بيك يا محمد. محمد السيد مبروك مرة تانية بكل نجاحاتك، ونتمنى لك مزيد من البطولات والتوفيق، والحقيقة أن أنت نموذج يحتذى به للشباب، حد حط يعني حلم في دماغه والحقيقة أنه هو قدر أنه هو يوصل له رغم التحديات يمكن اللي اتكلمت عنها من شوية. أنا بشكرك شكرا جزيلا محمد السيد، شكرا ليك.